سوف تعقد النتس في قسم خورخي كوستا مدة العقد وشني الأهداف؟ بالنسبة لمدة العقد هي سنتين. الأهداف واضحة وصريحة، والعمل ثم العمل لتحضير فريق قادر على تشريف راية نادي وألوانه وتحقيق أحلام الجماهير. بالنسبة تعرفوا أنتم المرحلة الانتقالية من ربيع الفريق، وخاصة في الرصيد البشري المحدود بسبب عدم الانتداب لفترتين، إن شاء الله معناتها نرجع في فترة ديسمبر الانتداب، إن شاء الله ما نوصل الفترة هذه للعديد من اللاعبين من خريجي مركز تكوين يثبتوا جدارتهم. العمل مش يكون معناتها متكامل مع فريق النخبة، مش يكون فريق النخبة له نفس الإمكانات، وحتى الإطار الفني مش يكون معناتها في الإطار الموسع الفني للفريق باش نعطيه أكثر إمكانات لبروز لاعبين نظرا لاحتياج الفريق للعديد من اللاعبين. تعرف عنا الكاف إن شاء الله توتخلنا في مرحلة المجموعات، إن شاء الله معناتها نترشحوا كيف كيف طموحاتنا باش نتحصلوا على الكاس هذه، وكذلك تحضير الموسم القادم حتى يتمكن النادي معناتها من أهدافنا إن شاء الله معناتها المرتبة الأولى في أضعف الحالات، المرتبة الثانية اللي تمكننا من المشاركة في رابطة الأبطال اللي كنا نحلم إن شاء الله معناتها كجماهير وكهيئة مديرة وجميع الأطراف تحلم باش يكون اللقب هذايا في رصيد النادي.